السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم وائل مهران. صفحة تتعلم بنفسك. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بيمر بيها مرضى السكر، وهو مع جهاز قياس السكر أكوا تشيك بيرفورما أو بعض الأجهزة الأخرى اللي بتحصل فيها نفس المشكلة، وهي إنهم بيجوا شغلوا الجهاز ما بيشتغلش، بيغيروا البطارية برضو نفس المشكلة، الجهاز مش راضي يشتغل. فحبيت أساهم معاكم في تجربتي في حل هذه المشكلة، وخاصة إن البعض بيتوقع إن الجهاز باظ أو مش شغال وهو سليم، ولكن المشكلة بسيطة وهنحلها مع بعض. أول حاجة بنقلب الجهاز ونفتح الغطاء، ونطلع البطارية، بنبص جوه على الجهاز بنلاقي هنا سن، السن ده بنرفعه لفوق كده، تمام، وبنلاقي هنا برضو سنين، ادي سن وادي سن، بنطلعهم لبره كده، كده احنا رفعنا القطبين عشان لما نركب البطارية يبقى في تلامس مع القطبين. نرجع الغطا تاني ونرجع نشغل الجهاز، نلاقي الجهاز اشتغل. أتمنى أكون ساهمت معاكم في حل المشكلة. أخوكم وائل مهران. صفحة تتعلم بنفسك. ما تنسوناش في الدعم من لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا جزيلا ليكم.